أما حلوا دماء الناس وحلوا أموال الناس وحلوا أعراض الناس، هذا ليس من الإسلام في شيء. ما هي أيها الأحباب الكرام، حتى يعني لا أطيل على ذلك كله مقدمة، ما هي الأسس الواجب اتباعها لكي نتعايش وفقا لمقتضيات الشريعة، ولكي نغير نظرة الناس إلينا، ولكي نؤهل لأنفسنا الحياة الكريمة بين الناس، ولكي نمهد لدعوة الله جل وعلا أن تنتشر؟ إذا كانت داعية مكروها فكيف ينشر دعوة؟ وإذا كانت داعية متهم بالإرهاب فكيف ينشر دعوة؟ وإذا كانت داعية مطارد فكيف ينشر دعوة؟ وإذا كان الإسلام متهم فكيف تنشر دعوته؟ فلا بد من أسس. أول هذه الأسس الاحترام المتبادل المبني على الخصوصية الدينية والثقافية. انظروا، الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتيه من يعرض عليه الكفر وأن يترك الإسلام. تتصوروا دي؟ واحد جاي يعرض عليك الكفر ويقول لك الإسلام ده وحش، أنت أنا وأنت اللي بجواري النبوة لا شيء. صلى الله عليه وسلم فينصت النبي صلى الله عليه وسلم إنصات المصغي، ثم في نهاية المطاف يقول له إيش؟ أفرغت أبا الوليد؟ في حاجة تانية عايز تقولها؟ أفرغت أبا الوليد؟ شوفوا الاحترام. فيقول نعم. قال فاسمع مني، يعني ما أطعوش، وإيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ وانت جاي تعرض عليا الجاهليه والكفر وانا اعرض عليكم؟ لا، فينا لغايه ما خلص، وبعد ما خلص بقى مش قال ده سكت خلينا اتكلم، قالوا لا افرغت ابا الوليد؟ شوف احترام الانسان ايا كان يحترم حقه في ان يعرض افكاره. طب خلي واحد، بالله عليك خلي واحد مخالف ليك بس، واحنا الاثنين مسلمين وابناء دعوه واحده وأبناء مسجد واحد وأبناء قرية واحدة، خليه بس كده في خلاف سياسي بسيط يجي يتكلم تقاطعه مليون مرة في الدقيقة الواحدة، في السكن مش في الدقيقة. يا عم سيبه يقول عندي. أنت تعرف من أدبيات الحوار ومن أدبيات الإقناع ومن أدبيات تعظيم المخالف لك كشخصية إن أنت تسيبه يطلع اللي عنده. فأقول لك والله ده الراجل ده محترم، صبر عليا لغاية ما طلعت اللي عندي. أما تيجي تتكلم يسمعك. أفرغت أبا الوليد؟ أقول نعم، أقول فاسمع مني. السيدة أسماء وكانت أمها ما زالت على الشرك. رضوان الله على الجميع. انظر يا اخواني، هذا يعني سبحان خلاك العظيم، بيت ابي بكر لا يعدله بيت سوى النبوه، لا يعدل بيت الصديق بيت سوى النبوه، وما شرف الله بيتا مثل تشريفه لبيت ابي بكر. اربعه اجيال منه صاحبه النبي، والد الصديق والصديق وأبناء الصديق وأبناء وأبناء الصديق، أبناء عبد الرحمن بن أبي بكر صحابة، وأولاد أبي بكر صحابة، وأبو بكر صحابة، وأم أبي بكر وأبي أبي بكر وأبا أبي بكر صحابة. أربعة أجيال من بيت أبي بكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزبت ما آمن وهو آمن، وبنته آمنة، ولم يؤمن عبد الرحمن
ولا زوجة الصديق أم عبد الرحمن في البداية. من يتصور منا يا إخوان إن زوجته تبقى بهذا الشكل؟ ما قطع رقبتها، ما قال لها روحي أنت طالق، لكن صبر عليه. هذا الاحترام المتبادل. ولهذا شرع لنا ربنا الزواج من أهل الكتاب. احترام متبادل ولا لا؟ احترام المخالف ولا لا؟ ونيجي احنا في الفقه الإسلامي نقول لا يجوز الزواج من شافعية من حنفي، ولا حنفية من شافعي. ده احترام متبادل برضه؟ كارثة. مصيبة أن الأمة سارت خلف هؤلاء كما يقول عنهم الأستاذ الغزالي، يعني هذا الفقه المتشدد المتعنت البدوي، سارت الأمة وراءهم رضحا من الزمن. إيه والله، في الكريسماس الماضي رحت أصلي، طلع خطيب الجمعة، خطب الجمعة كلها ساعة، والله يا اخواني ساعة كاملة، على أنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادها، وإن تهنئة غير المسلمين في الكريسماس قدح في العقيدة. طبعا أنا لو اتكلمت هنضرب على طول. مرة في مثل هذا الموقف واحد راح يتكلم فشاروا الاثنين كده، فالاثنين طلعوا قال لهم أدبوه. كيف يخالف؟ ما أريكم إلا ما أرى. فخرجت من المسجد شايل جزمتي وخارج، فطلع ورايا ولا 15 واحد. يا شيخ، قلت له مش شيخ جو، شيخ جو، انا مش شيخ، شيخ جو. طبعا عرفوا ايش رايك في هذا الكلام. قلت له ما هو كلامه ده اللي وصلنا للي احنا فيه، كلامه ده اللي وصلنا للي احنا فيه. ادخلوا قولوا له مين من الفقهاء اللي قال بهذا الكلام. قال الإمام أحمد. قلت له والله أنت كذاب، كيف؟ أنا أجيب لك الكتاب. قلت له روح هات الكتاب. ألا تعلم أن الإمام أحمد في هذه المسألة له أربعة آراء؟ رأي بالجواز المطلق، ورأي بالجواز عند المصلحة إن تحققت من ذلك مصلحة، ورأي بالحرمة، ورأي بالإباحة، يعني مباح تعمله ولا ما تعملوش، ورأي بالجواز يجوز على وجه الإطلاق، ورأي إن كان من وراء ذلك مصلحة يجوز. أنا طالب في الجامعة وبحضر مع دكتور، وبعدين الدكتور يجي يقول لي هابي كريسماس وأنا أقف كده، فلا تحس منهم من احد ولا تسمع لهم بيت. يا عم هابي كريسماس. سيدة اسماء تقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي تصلني وهي راغبه. والحديث في البخاري. واحنا ما بنقولش كده في البخاري ومسلم ولا في الطبراني ولا في احمد كده اعتبار، لا، اللي عاوز يدور روح يدور. ان امي تصلني وهي راغبه افاصلها؟ قل نعم. قل النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك. مين بتاع لغه عربيه وبيفهم في لغه عربيه؟ ما معنى صلي؟ امر، والامر في الشريعه للوجوب. وهي مشركة، وهي مشركة.
في نعم، لكن وجه إلى أن حسن بر الوالدين من فرائض الإسلام. مسألة ثانية في الفقه الإسلامي، قامت معركة بين الفقهاء، أبوه كافر وهو مسلم وعاوز يروح الكنيسة أو المعبد، يوديه ولا ما يوديهوش؟ وهو عاجز لا يستطيع أن يذهب وحده، فبعض الناس قال لك لا يوديه للكفر. يا سيدي عليه ما حمل، مش أنت اللي قلت له تعالى وديه، ده هو عاجز ورايح، تسيبه يقع في الطريق ويتبهدل. والقول الأصح، جه بعض الناس قال لا ما يودهوش لكن يروح يجيبه. والقول الأصح يوديه ويجيبه عشان تتحقق. شوفوا الفقهيات دي وصلتنا لفين جماعة، لما كان ما كانش عندهم لا روافع ولا غير، كل الأعمال كانت تتم على الحميل. قالك لو أنه تبنى كنيسة في القرية وأنا راجل فقير لكن عندي حمار، وجاء القسيس أو النصراني يستأجر الحمار مني، هيشيل عليه أحجار يبني بقى ليه الكنيسة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ أو لا لا يجوز، وتجوع وتموت من الجوع. أيوة الحمد لله إن أنت ميت على الإسلام. طب والحمار مالي؟ إذا كانت الشريعة أباحت أن تعبد الله في الكنيسة، والحجر وحده لا يجعلك تعبد أو لا تعبد، ده الحمار هيشيل أحجار، والأحجار مالها؟ ده الأحجار تسبح بالله جل وعلا. والقول الأصح في الفقه يجوز استئجار الحمال والحمار في بناء الكنيسة. شوفوا ده، لعل البنا اللي رايح يبني ده يقول وحدوه فيسمعوا كلمة وحدوه، لعله هو بيبني يقول صلى الله على محمد فيسمعوا صلى الله على محمد، لعله يجي وقت الظهر فيتوضأ ويصلي فيريهم من شعائر الإسلام، صح ولا لا؟ لكن الفقه المنغلق لا، كل حاجه حرام، اوعى تقرب هؤلاء، اوعى تتمس معه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جوار اهل الاسلام لاهل الكفر وتفسيره لا تراءت نارهما، هذا الحديث مختلف مش في صحابه، مختلف في حسنه، يعني لا يعتقد ابدا ان مرتبه الصحيح، مختلف في حسنه واغلب العلماء على ضعفه، حتى ان الشيخ الالباني رحمه الله ترى يقول حسن وترى يقول ضعيف، الشيخ الالباني نفسه، لكن هو ما فيش الا ان الحديث حسن ولا يجوز الاقامه بين ظهرانين المشركين، والمسلمين دول كلهم يخرجوا. طب افرض واحد من مواليد هنا واحد من هنا يروح يخرج، يروح فين؟ يروح فين؟ لا هي كده. الاحترام المتبادل المبني على الخصوصية في التربية الدينية وفي الثقافية. إن الله سبحانه وتعالى يا إخواني خلق الخلق وقسم الأرزاق وأعطى كل خلق ميزة، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المعلمين وسيد الأولين والآخرين في القبول من الآخر، في القبول من الآخر، لأنه يعلم أن الآخر أعطاه الله ميزة وأعطاه الله خصوصية وأعطاه الله بعضا من الحق. من يجيب دليل على كده؟
1 دولار. صلى على رسول الله. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فأن وجدها فهو أحق الناس به. يعني إيه؟ يعني إيه هذا الحديث؟ إن عند الآخر أشياء ممكن تؤخذ. شوفوا في قبوله من الآخر، يأتي حباب بن المنذر في بدر فيقول: يا رسول الله، أمنزلا أنزلكه الله أم الحرب والرأي والمكيدة؟ قالوش بقى يعني ده أنا النبي وأنت وأنا المؤي. قال له: لا، ده الحرب والرأي والمكيدة. قال له: هذا الموقف خطأ، الأصل أن نجعل الآبار خلفنا فنشرب ولا يشربون، ولا نجعل الآبار كلها، لا ممكن ننحسر عن بير فيشربوا، لا، نهدم الآبار كلها ونخلي بير واحد وتقبل الحماية مركزة عليه فلا يشربوا. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم من الآخر ونفذ قوله، وكان أول سلاح في النصر في المعركة للنصر في المعركة هو سلاح الإمداد، قطع عنهم الإمداد. وأعلى إمداد في المعارك هو إمداد إيه؟ المياه. كيف العسكري يقاتل وهو عطشان؟ يصبر على الجوع لكن لا يصبر على العطش، ويعطش أسرع من 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 مما يجوع. في الخندق يروي ابن هشام أنه لما استعصت الحيل على المسلمين في غزوة الخندق، جاء سلمان فقال: يا رسول الله، نحفر خندقا حول المدينة. فهم معهم الخيول ومعهم ومعهم، فإذا حفرنا خندقا ما استطاعوا أن يأتوا إلينا، فنبقى محصنين، والذي يأتي نرميه بالنبال والسهام. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فحفر الخندق. اثنين، البعد عن فكرة التزويب والابتلاع. البعد عن فكرة التزويب والابتلاع. أضرب مثلا، جاي أخ بيقول لي: أنا عاوز أطلق مراتي. ليه يا ابني؟ سلوكها بطال؟ قال: لا. مش حلوة؟ قال: لا. ما بتعرفش تطبخ؟ قال: لا. امال ايه الحكايه؟ قال: لانها ما اسلمتش. وانت كنت متجوزها مسلمه؟ انت كنت متجوزها مسلمه؟ انت متجوزها نصرانيه وقبلت بذلك؟ قال: لا، بس انا كنت معتقد انها هتغير دينها. يا سيدي، انت ما انتش اله، ما انتش حاسب الحكايه دي. انت تحاسبها على ما امر الله به، تحاسبها على العفه، تحاسبها على تربية أبنائك. يعني أنت اللي مصلي على السجادة زي ما بيقولوا؟ ما كلنا في الهوى سهل. البعد عن فكرة التزويب والابتلاع، إن الناس كلها هيبقوا مؤمنين يا بلاش، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. هذا فهم خطأ للحديث. مرة في أحد الحوارات بواحد بيسأل بيقول له: يعني أنتوا عاوزين الناس كلها كده تبقى إخوان مسلمين؟ قال له: مين اللي قال كده؟ مين أمال هندعو مين لما يبقى الإخوان الناس كلها إخوان مسلمين؟ هندعو مين؟ مثلا يعني عايزين الناس كلها تبقى مسلمين، أمال الشيطان اشتغل فين؟ وامي فين ال 999 اللي هيروحوا جهنم؟ وواحد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ايضا يقول ان الله يقول لادم: اخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 نفسا الى النار ونفسا الى الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. امين. لذلك ده يرتب علينا مهام يا اخوان. تجد الاخ كاره عيشته في بيته لان في ولد مخالف. يا سيدي، طالما بيصلي وطالما محافظ على نفسه
مش لازم يعني بقوي من الاولاد كلهم نسخه واحده نسخه واحده نسخه واحده. ربنا جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين. فالخلاف حاصل. خلاف حاصل حتى بين الصحابه. الخلاف حاصل حتى بين ازواج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فلماذا لا نقبل الخلاف؟ لماذا كل حاجه انا عاوزها وان واي وان واي وان واي وان واي؟ يجي واحد يقول لك انا عاوز تعمل لي باف، وواحد يقول لك اتشيلها على الزيرو، واحد الناس امزجه. ولولا اختلاف الامزجه واختلاف الرؤى واختلاف الفهم ما دارت الحياه، ما دارت الحياه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. الله جل وعلا لم يقبل فكرة التزويب وأن الناس يكونوا ملة واحدة وأمة واحدة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مش كده؟ طب ليه جعلهم حتى تستمر الحياة وتتلاقح الأفكار؟ هذا يشتري من هذا، وهذا يأخذ من هذا، وهذا يتعلم من هذا، وهذا يتطبب عند هذا، وهذا يختلف مع هذا، وهذا تقوم الحرب من أجله، وهذا يقوم السلم من أجله، وتسير الحياة. في قضية التعايش، قبول ممارسة المختلفين لشعائرهم وأديانهم بعيدا عن الانتقاص والتسفير، بعيدا عن الانتقاص والتسفير. يعني تجد يقول لك ده يهودي وأنا مالي بيهودي ولا مش يهودي، ده شيعي وأنا مالي بشيعي ولا مش شيعي، ده أصله من السلفيين. طب يا سيدي ده أصله، لا لا ده إخوان. فضلا عن ان بقى غير المسلم يقول لك انتوا بتصوموا من الفجر للمغرب، طب وانتوا بتسجدوا تحطوا راسكم في الارض؟ والتاني يقول طب وانتوا بتعبدوا البقر؟ اه بيعبد البقر. وانت وانت انت تقيم عليه الحجه؟ غفل يعبد ان شاء الله يعبد الحجر. لست مسؤول، لست عنهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست مسؤول عنهم. ربنا اللي هيحاسبك، فقط يحاسبك على اقامه الحجه وعلى البيان وعلى الشهادة وعلى البلاغ، هذا الذي ستسأل عنه. وما أكثر الناس ولو ايه؟ حرصا بمؤمنين.